أعلنت وزارة الزراعة حظر استيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والبيض والمنتجات الأخرى من الهند. الوزارة قالت في بيان لها إنه بالنظر لإعلان الهند على الموقع الرسمي لمنطقة الصحة الحيوانية العالمية تسجيل حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضرر، تم إدراج الهند ضمن قائمة الدول المحظورة استيراداً للدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والبيض بنوعيه المائدة والتفخيص منها، وأضافت أن الحظر يشمل أيضاً استيراد طيور الزينة والجارحة وريش الطيور وأي منتجات أخرى تدخل في تركيباتها الدواجن ومنتجاتها من الهند.